السلام عليكم، معك نعمة مرض الضابط. عاودي لي القصة، شنو طرا من الأول؟ من الأول أخويا هاد السيد كان واخدنا على سنة الله ورسوله. هاد السيد من عند عائلتي، دارنا، من عند كل شيء. هاد السيد النهار الأول كان كيقولي أنا دافع الوراق لمديرية الأمن، يعني درت واحد الثقة عمياء كبيرة فيه. ملي قال لي أنا دافع الوراق لمديرية الأمن حيت جمعت الوثائق كاملين عطيتهم ليه، انا قال لي انا دفعت، راني كنتسنى راه دافع. من موراها كنتفاجئ كيدير معايا واحد الورقه، دار معايا واحد الاشهاد بان هذا السيد الراجل ديالي. المهم بقينا غاديين بحال ما هكا عايشين، مراه وراجل تحت سقف واحد. وصلت اخويا 8 شهور، حملت عندي 8 شهور. ملي كنقول ليه دابا كانت الوقت تاع ثبوت جوجيه قريب غيسالي، قلت لي باش غندفعو في الفصل تاع ثبوت جوجيه 2014 في الاول ديالها. قال لي واخا احنا ندفعو. في الاخر ملي جيت كنهضر معاه قال لي سير جري طوالك، ما عندك ما تصوري مورايا. انا عيب بوليسي، ما عندك ما تصوري مورايا. ما تنعرف واش البوليس ما كيحكمش فيهم قانون. هادشي من 2014 كنقول لك، 2014 شهر واحد فاش درت انا حطيت الورق ديالي في محكمه الاسره. المهم في الاخر 2014 حكمت لي المحكمه بتوت شوجيه وتبوت النسب. هاد السيد ما بغى يدير معايا حتى شي حاجه، حتى حل ما بغى يديرو معايا. اليوم غدا ما كاين حتى شي حاجه. النهار اللي صبحت الجلسه الاولى عندي نهار 20 في شهر 2 صبحت انا والد عند ادريس. الجلسه الثانيه 20 في شهر 3 عندي الجلسه الثانيه، عندي الولد تاعي في السبيطار. الجلسه الثالثه جيت وقفت انا وياه، مي كنوقف انا وياه كيقول ما كنعرفش، كنقول لك كاينه شي حاجه ما يتبس. جو شود اللي واقفين اللي عارفين هذا السيد، يعني وقفوا معايا ما تخلوش عليا. الناس اللي حاضره في الواليمه وحاضره في سميتو اللي شاهده في سميتو، يعني جاو وقفوا. ملي جاو كيوقفوا معايا في محكمه الاسره، يعني الحكم تحكم بثبوت جوجيه وثبوت نسب. هاد السيد كان تفاجئ ملي تحكم هذا الملف، كان تفاجئ من موراها كيستانف في الملف، من مورا الاستئناف نضر به شي كي مباشره الوكيل المالك تاع محكمة عين السبع. عيطوا ليا البوليس تاع انفا، سمعوا ليا سمعوا الشو تاعي ما كيلقاو شي حاجه ما يثبت. من موراها هذاك الملف صافي حيدوه، مشى للمحكمه دار في الحفظ. موراها كنتفاجئ، بالله عليك كنتفاجئ، السيد كيدير به شي كي مباشره قضيه تحقيق. حقوا معايا ما كيلقاو حتى شي حاجه كتثبت. السيد كيقول لهم انا ناصبه عليه، واش ناصب عليه فيلا، ناصب عليه في موبل، ناصب عليه في اراضي. راه عندنا ولد كيجر بينو بينو. المهم من موراها قضية تحقيق، يعني دار سميتو وكيل المالك، استشر مع وكيل المالك وداكشي باش غندير خبرة جينية. درتها في 2015، درت انا خبره. هاد السيد كيرفض، درت عند الشرطه العلميه. هاد السيد كيرفض ان ما يدير لا دي ان، اللي ما يدير حتى حاجه. المهم خلينا الملف بقى غادي جاري بحال ما هكاك. الملف خدا الحق تاعو في الصالح ديالنا، ان ما كتبت عندنا حتى شي حاجه. نا دار فيه استئناف،
عاوتاني عيطوني انا الشهود وضابط الحال المدنيه وكل شيء، يعني كيسالونا ما كيلقاو حتى شي حاجه من يوتبيت. تحكم لي الملف في الاستئناف، الملف اللي كان موقف عندي في الاستئناف تحكم ليا ديال توبو جوجي توبو تنازل. فاش يعني غتبرئني؟ فاش غتبرئني سميتو قاضي التحقيق؟ ملي برئوني خديت الحكم عطيته ل ديتو ل سميتو ديتو محكمة الاستئناف. يعني القاضي اشنو هو؟ كيطبق الحكم اللي عندي في ابتدائي واللي خديت في الاستئناف. هاد السيد ناض دار فيه النقد، مشى الملف النقد ورجع، بغاو يحيدوا لي تبوت جوجية. انا موراه عاوتاني كندير النقد تانا، مشى الملف ورجع باش غيسمعوا الشهود اللي في اللفيف العدلي. عندي 12 شهاد في اللفيف العدلي. قلت رئيس المحكمة تا وقلت رئيس المحكمة وقلت للقودات المشكورين، قلت لهم حتى ما كفاكمش ان السماع اللي سمعتو الناس اللي في اللفيف العدلي كاين شي حاجه ما يثبت ان الدار لاضئين، بس زيدوا تثبتوا بمره والملف تخدا فيه واحد الحسم الاخير. اشنو قال لي؟ اشنو هو؟ قلت لي غدار لاضئين ولا دارت لاضئين غتكون من الاحسن. وهذيك الساعه على ولده راه غيتنسب ولده، ماشي ولده راه غيتنسب. هذيك الساعه كان خلص لي التعويض، كان خلص لي التعويض، واقصى عقوبه انا ناخذها انا مستعده عليها. يعني خدا رئيس المحكمه بعين الاعتبار. درنا في 2022 في شهر واحد درنا تحكم ملف باش دار الخبره الجينيه، تحكم لي الملف، خلصت لاضئين ثانيه ماشي الاولى، هذه الثانيه عباد الله، هذه لاضئين الثانيه اللي كنخلص. خلصتها مشيت هزيت الاوراق من المحكمه الحكم وكل شيء، وديتهم بيدي الرباط للدرك الملكي، وحطيت الوراق توعي كلهم تما. تخدا القرار ان نهار 31 عندنا الخبره الجينيه باش نديروها. انا درتها الاول تاعي دارها، هذا الراجل حس بوليسي حيت ضابط رافض ان ما يديرهاش. وملي رافض ما يديرهاش علاش جعاني بالزوير؟ علاش هاد السيد كيقول لك ناصب عليه؟ لا ناصب عليه، كمل النصب اللي انا ناصب عليه يخرج يدير الخبره الجينيه، ولا عندي انا شي نصب؟ عندي شي حاجه بغيت المحكمه تاخذ المجرى ديالها. هاد السيد من 2012 الاخر تاع 2012 ل 2014 الاول تاع 2014 شهر واحد، يعني تقريبا عامين. عامين ديال 10 نكرها نكر هادشي كله. كيقول لهم انني ما كنعرفش هاد السيده، انني بغيتو. انا دابا اليوم بقيت ما انا من المجوجين ما انا من المطلقين. ابن ديال شحال ولد عندهم؟ 9 سنين. 9 سنين ولا 9 سنوات. هاد الولد هذا الجلسه الاولى صبحت والده به، الجلسه الثانيه في الدري في السبيطار، الجلسه الثالثه والدري من 2014 هو ماكب معايا في المحكمه. الدري تعقد، الدري وصل لشي حاجه ما نقولش كيفاش دايره. الولد باغي الاب تاعو، الولد كيقول لك علاش با انايا؟ لا عندك انت شي مشكل معاه ما يلوحنيش انا. ان هذا الراجل عنده ولد غير بالتبني، حيت انا في الاول كان عارف هذا السيد ان ما مجوش، ان في الاخر كنلقى هذا السيد ان مجوش. الاول كان كيقول ما مجوش، في الاخر كنلقاو هذا السيد ان مجوش وعنده مراه وعنده طفل، والولد ماشي ولد صلبو، حيت هو النهار الاول قال لي انا كنت مجوج ومطلق، ما قالش انني مجوج وباقى معايا مرسي، قال لي مجوج ومطلق. صوتي لي وريقات بحال المدنيه ما عنده حتى شي وثيقه ما كتبت. ولا بغى يقرا؟ كان كيقرا في مدرسه الراشد بحكم اليوم ملي مدرسه الراشد سدات هاد الولد ما كيقراش، حتى مدرسه ما شداتو ليا. تحقرنا؟ ماشي تحقرنا، ما تحقرنا فوق من الطاقه، وصلنا لشي حوايج فوق من الطاقه، انني 9 سنوات وانا
باركه في امام المحكمه ما خليت سبب اللي ما دقيتوش يعني الحق تاعي ما تعطانيش. شنو الرساله توجه للناس المسؤولين؟ الناس المسؤولين الله يهديهم، حيت هذا السيد كيقول لك هو فوق من القضاء. انا كنعرف كاين على الله والوطن والمالك، ما كنعرفش شي حاجه فوق من القضاء من الله والوطن والمالك. ماشي ناشط السي الحموشي، درت شكايه الاولى، حطيت عده شكايات لمديريه الامن، يعني ما كاين حتى شي رد. واليوم بغيت هاد السيد باش هاد الولد ما يبقاش ضايع، راه حيت حنايا 9 سنوات راه بزاف. واليوم انا امام محكمه، يعني غنبقى مناضله تنموت مناضله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.